الآن الأخبار الليلة من الحدث. طبعا مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة نبدأها بأهم الملفات. قراءة في تعيين نعيم قاسم خلفا لنصر الله وصفي الدين، مستجدات الحرب بين لبنان وغزة، هوكستين ولقاءات في إسرائيل ومصير الحرب، وفي غزة مجزرة جديدة واستغاثات طبية من قطاع ننهار. هذه المواضيع وغيرها نفصلها، ولكن نبدأ بالعناوين. بعد ساعات قليلة من تعيينه خلفا لنصر الله نعيم قاسم في منصب مؤقت بحسب إسرائيل، وتهديد صريح بمصير يحاكي سلفه. وفي الأخبار الليلة نبحث تأثير هذا التعيين على مقاتلي الحزب وبيئته، ومواجهة برية بين حزب الله وإسرائيل على مشارف بلدة الخيام. هوكستين في إسرائيل، وأعلام عبرية تحدث عن اتفاق مرتقب لوقف الحرب في لبنان في صفقة عمل عليها الوسيط الأمريكي. مجزرة إسرائيلية جديدة في بيت لاهيا، انتشال قرابة 100 جثة بعد قصف إسرائيلي، والقطاع الطبي يستغيث. نبدأ بالتطورات التي وردتنا قبل قليل، حيث قصف الجيش الإسرائيلي منطقة في حارة صيدا جنوبي لبنان، وهي التي تشكل بيئة حاضنة لحزب الله داخل مدينة صيدا. قبلها كان كشف حزب الله عن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لحزب الله، فسارعت إسرائيل وهددته بمصير يحاكي مصيري نصر الله وهاشم صفي الدين. كثرت القراءات لهذا التعيين، منها من ربطها بالقاعدة الشعبية والعسكرية وما تحتاجه بيئة حزب الله ومقاتلوه في هذه المرحلة لإظهار أن القيادة عادت لطبيعتها. لكن قبل الدخول بهذه القراءات والتي ستكون في صلب الأخبار الليلة هذا المساء، نبدأ بالوضع الميداني، حيث تتواصل المواجهات البرية بين حزب الله وإسرائيل على مشارف بلدة الخيام، حيث وصلت الدبابات الإسرائيلية بحسب الإعلام الرسمي اللبناني. وقد أفادت مراسلة الحدث بشن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان، يأتي ذلك فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا بالإخلاء ل 16 قرية جنوب لبنان. المزيد حول هذا الوضع الميداني في هذا الشرح للزميلة هالة العلي. تلة الحمامس، هذه هي التلة الاستراتيجية جدا في حرب الحدود، إذ يسعى الجيش الإسرائيلي للتقدم من مستوطنة المطلة باتجاه أطراف مدينة الخيام. تصعيد إسرائيلي جديد وكبير على وقع غارات كثيفة جنوبا، وفي ظل توسيع الأحزمة النارية والقصف المدفعي. وحول تلة الحمامس تحديدا، هي تلة استراتيجية جدا بالنسبة للجيش الإسرائيلي. هذه التلة تقع جنوب منطقة الخيام في بلدة تسمى بلدة سردة الحدودية، وتحديدا هذه البلدة في قضاء مرج عيون. إذن بلدة سردة، أود التنويه إلى أنها هي قرية صغيرة جدا وتحتوي على 8 بيوت كحد أقصى والكثير من المساحات المزروعة، أي أن المناطق الزراعية تغلب على بلدة سردة. وتعتبر هذه التلة، وهي تلة الحمامس كما نشاهد على الخريطة، مهمة استراتيجيا جدا للجيش الإسرائيلي كما قلنا، خاصة أنها مرتفعة، إذ يبلغ ارتفاعها تقريبا 500 متر، وبحسب مصادر لبنانية فهي تطل مباشرة على مستوطنة المطلة الإسرائيلية، وتحتوي أيضا منطقة تلة الحمامس على مركز للجيش اللبناني. استهداف الجيش الإسرائيلي لهذه التلة هو استباق لأي عمل عسكري قد ينطلق باتجاه مستوطنات إسرائيل الشمالية، كما نشاهد هنا مستوطنة المطلة، نهارية، وأيضا عسقلان، إضافة إلى حيفا وعدد آخر من المستوطنات الإسرائيلية. والعمليات العسكرية الإسرائيلية الاستباقية لا تنحصر فقط على تلة الحمامس، بل على كل التلال والمرتفعات التي تطل على المستوطنات الإسرائيلية. وبالعودة لتلة الحمامس، كانت قد كشفت قناة كان الإسرائيلية قبل عامين تقريبا
عن مشروع مائي من تلة الحمامس ويضم أيضا بحيرة طبرية ويؤثر على بحيرة طبرية. إذن هناك مشروع مرتبط بالمياه في هذه التلة، وهناك قلق إسرائيلي من إلحاق أضرار بكمية المياه والتي تتدفق إلى إسرائيل ووصول كميات مياه أقل إلى بحيرة طبرية. أما نحو الشرق، وكما نشاهد هنا يوجد في بلدات الأبقاع الغربي وأيضا بلدات الجنوب اللبناني، فقد إسرائيل قامت باستهداف عبر غارات كثيفة مناطق في الأبقاع، فبعد استهداف معبر روسي على الحدود اللبنانية استهدفت معبرا آخر في منطقة مشاريع القاع، بالإضافة إلى محاولة تطويق مدينة بنت جبال جنوبا، هذه المدينة الحدودية المتاخمة إلى حد ما لإسرائيل، وأيضا قطعت الطريق بينها وبين بلدة عين إبل. ضرب المجمع، لف 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 لف. وفي الجبهة المقابلة أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على إسرائيل اليوم، حيث أفاد مراسل حدث بعمليات اعتراض في الجليل شمال إسرائيل. شيخ بالبحر يعني ولا بالبر؟ لا لا بالبر، بالبر. ما شفته يا رجل، هدول أزاكا. قالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 43 ألف شخص قتلوا منذ بدء الحرب، فيما أصيب أكثر من 100 ألف آخرين، وذلك في آخر إحصائيات قدمتها الوزارة. بالموازاة مجزرة جديدة اليوم، حيث أعلن مدير الإعلام الحكومي في قطاع غزة مقتل 93 شخصا وفقدان نحو 40 آخرين في مجزرة مشروع بيت لاهيا، وأضاف أن عشرات القتلى نقلوا عبر عربات من أجل دفنهم في منطقة السوق. حتى السياسية سواء بلبنان أو بغزة، معنا من بيروت مفادة الحدث ريمي درباس، من رميش من جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف، كذلك معنا من القدس الصحفية هبة مصالحة، ومن داخل مستشفى المعمداني في مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. مساء الخير لكم جميعا زملائي، وأهلا بكم بالأخبار الليلة. رمي، سأبدأ معك، إذا ما كانت هناك أي تفاصيل إضافية أو تطورات جديدة أو ربما حتى معلومات حول تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله. مساء الخير لارا، كما تعلمين اليوم كانت الأنظار موجهة إلى انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله. بالفعل مصادر مقربة من حزب الله أشارت للحدث أن انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما حصل يوم الجمعة الفائت، من دون أن تحدد هذه المصادر كيفية حصول الاجتماع لانتخاب قاسم. بحسب المصادر فإن انتخاب نعيم قاسم خطوة مطلوبة من أجل عمل الحزب الذي يعمل تبعا للقرار التدرجي، وبالتالي يجب أن يكون هناك رأس للحزب. تقول المصادر أن انتخاب قاسم، أو تصف المصادر انتخاب قاسم بالمرحلي، أي إلى حين انتهاء الحرب، وبعد الحرب يتم انتخاب مجلس شورى جديد، لأن المجلس الحالي غير مكتمل بسبب الاغتيالات التي طالت قياديين فيه، وعندها إما ينتخب مجلس الشورى الجديد أمينا عاما جديدا بدل نعيم قاسم
قاسم أو يبقي على نعيم قاسم أمينا عاما. تضيف المصادر المقربة من حزب الله أن الانتخاب حظي ليس بموافقة إيرانية فقط إنما بمباركة إيرانية، بحسب المصادر المقربة من حزب الله التي تضيف أن المرشح الثاني ليكون أمينا عاما كان السيد إبراهيم أمين السيد، غير أنه لم يحصل على موافقة تحديدا إيرانية، لا سيما وأنه معروف بتفرده بمقاربة سياسية وعسكرية وبرفضه لبعض القرارات. تضيف المصادر أيضا للحدث أنه على عكس ما تم إعلانه سابقا من أن حزب الله ملأ الشواغر لديه، تقول هذه المصادر فعليا أن الحزب ملأ جميع الشواغر الجهادية والسياسية يوم الجمعة الفائت مع انتخاب قاسم. أما لماذا أعلن حزب الله عن انتخاب نعيم قاسم رسميا، تقول هذه المصادر أن دافع الإعلان عن انتخاب قاسم هو التفاوض من أجل وقف إطلاق النار، لكي لا يقال أن إيران هي من تتخذ القرارات وليس حزب الله. هذه إذن المقاربة أو المعطيات التي توافرت للحدث عن انتخاب نعيم قاسم. لارا ريمي، تفاصيل لافتة جدا يعني، وأيضا سوف يعني نتوقف عندها كذلك مع ضيوفنا بعد قليل، نحن في إطار حوار مفتوح حول هذا الموضوع بعد قليل ضمن الأخبار الليلة. أيضا بالنسبة للتطورات الميدانية خاصة بالجنوب، معك ناهد نتابع هذا المشهد، ما تبعناه من معلومات حول حارة صيدا وكذلك أيضا تطورات الخيام إذا ما توفر أي جديد حولها؟ بالنسبة لغارة حارة صيدا لارا، هي بالفعل كانت قوية وعنيفة، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. كانت استهدفت مبنى مقابل لمجمع سيد الشهداء وهو المجمع لحزب الله، ولكن كانت المعلومات الأولية تشير إلى استهداف هذا المجمع، بعدها تبين أن الهدف هو المبنى المقابل له. حتى هذه اللحظة ليست هناك من معلومات إضافية حول هوية الشخصية المستهدفة، ولكن الأكيد أن هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى، خصوصا وأن هذا المبنى مكتظ بالعائلات، وحتى أن هناك عائلات نازحة كانت أيضا تعيش داخل هذا المبنى، وهو شارع مكتظ عادة بالمواطنين. بالنسبة لتطورات الخيام، هي مستمرة منذ يوم أمس المواجهات فيها بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي، والتي كانت في ساعات المساء بالفعل عنيفة. كانت هناك محاولات تقدم عدة منذ أيام، وتحاول إسرائيل الدخول إلى تلك البلدة، وبالتالي كانت تكثف من قصفها للخيام والبلدات المحيطة. يوم أمس كانت المرة الأولى التي تتوغل فيها إلى أطراف تلك البلدة، وحيث دارت هذه الاشتباكات، وأيضا تم استهداف دبابة ميركافا يوم أمس. اليوم أيضا صباحا تجددت هذه الاستهدافات أو هذه المواجهات عفوا باشتباكات بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة. كان هناك سلسلة من الاستهدافات لتجمعات لجنود إسرائيليين، 5 تجمعات قال الحزب بأنه استهدفها من أكثر من جهة، يعني تحاول إسرائيل الدخول إلى تلك البلدة عبر أكثر من نقطة وأكثر من جهة لهذه البلدة، حتى أنها كانت تقترب من بلدة تل نحاس المقابلة لها أو المحاذية لها. آخر بيان أصدره حزب الله قال بأنه استهدف قوة أيضا إسرائيلية في تل نحاس على أطراف بلدة كفركيلا، هي بلدات محاذية لبعضها، وبالتالي تستمر هذه المواجهات حتى هذه اللحظة. أيضا كان الحزب أعلن اليوم عن استهداف دبابتي ميركافا في منطقة الخيام، ولا تزال حتى هذه اللحظة مستمرة هذه المواجهات بغارات عنيفة أيضا تشن طيلة ساعات النهار على بلدة الخيام، وصولا حتى إلى منطقة الوزاني وشبعة بغارات مكثفة. أما في القطاع الغربي أيضا يبدو بأن المواجهات ستتجدد في منطقة النقورة تحديدا. اليوم كان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إنذارات لبلدات بإخلائها، منها حدودية ومنها في العمق الجنوبي. اللافت أن البلدات الحدودية هي في الأساس مخلات، ومنها النقورة، علم الشعب، طير حرفة، الجبين، هذه بلدات ملاصقة لبعضها، ومنها توضحت الصورة بأنه قد يكون هناك عملية جديدة للدخول، وكان هناك عدة رشقات صاروخية من حزب الله أطلقت باتجاه المواقع المقابلة لها. للأسف أنا مضطرة أن هذه البلدة التي نحن أو قبالتها للأسف بلدة شديد رح نتابع معك صورة، ولكن أعتذر لأنه نحن سنذهب إلى كلمة على ما يبدو مسجلة للناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري. قوامة الإسلامية حماس، نداء لأمتنا العربية والإسلامية قادة وشعوبا وحركات ومنظمات وهيئات وكل الأحرار في العالم. لا زال شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة يباد إبادة وحشية بكل ما تعنيه هذه الكلمة،
منذ أكثر من 3 أسابيع متتالية لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا، ارتكب خلالها الاحتلال الصهيونزي كل أشكال الجرائم والمجازر المروعة ضد المدنيين العزل، أغلبهم من النساء والأطفال والمرضى. وكان آخر مثال هو المجزرة المروعة صباح اليوم في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حيث قصف الاحتلال بوحشية وسادية مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق، وراح ضحية المجزرة أكثر من 100 شهيد معظمهم أطفال ونساء، وعشرات الجرحى ما زالوا تحت أنقاض البناية المدمرة. وتأتي هذه المجزرة في ظل تصعيد الاحتلال حرب الإبادة ضد أهلنا في قطاع غزة عامة وشمال القطاع خاصة بمختلف أشكال الإجرام والوحشية. فإلى جانب القتل والتدمير الممنهج، حاصر جيش الاحتلال المستشفيات وقصفها بوحشية وأحرقها عمدا وأخرجها عن الخدمة، حيث نفذت كل مقوماتها البشرية والدوائية والصحية، كما دمر إمكانات الدفاع المدني ومنعها من القيام بدورها، مما ساهم في ارتفاع أعداد الشهداء وانتشار الجثامين في الطرق دون أي قدرة لجمع الجثامين أو إسعاف الجرحى. ويأتي هذا في ظل استمرار سياسة الحصار المفروض على المنطقة ورفض إدخال أي إمدادات إغاثية أو طبية منذ أكثر من 3 أسابيع، وإجبار عشرات الآلاف من النزوح القسري تحت وطأة القصف والاعتقال والتعذيب والتنكيل ومنع الغذاء والدواء والماء. كما اعتقل الاحتلال أكثر من 600 مواطن من أهلنا شمال غزة في ظروف لا إنسانية، هم عراة مكدسون في الشاحنات ولا يعلم مصيرهم حتى الآن. وأمام استمرار حرب الإبادة والمجازر المتواصلة وتواصل الدعم الأمريكي والغربي للاحتلال الصهيوني في قتل وإبادة وتهجير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وحالة العجز والخذلان الرسمي العربي والإسلامي التي وصلت إلى حد العجز عن وقف العدوان وإيصال المساعدات الغذائية والطبية وكسر الحصار عن قطاع غزة وإنقاذ أهلها من الموت جوعا وعطشا ومرضا. فإننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس نؤكد على ما يلي: أولا، لم يعد مقبولا من قادة وأحزاب أمتنا العربية والإسلامية الاكتفاء بلغة الشجب وبيانات الإدانة والاستنكار التي بات الاحتلال يستهين بها ولا يكترث لها. ولذا نطالب قادة أمتنا العربية والإسلامية الآن وقبل فوات الأوان إعلان قرار تاريخي يتناسب مع عدالة قضيتنا ومشروعية حقوق شعبنا وحجم تضحياته ومعاناته، ويرتقي إلى مسؤولياتهم وأدوارهم السياسية والإنسانية والأخلاقية، ويتجاوز بكل شجاعة ضغوط وإملاءات الإدارة الأمريكية الداعمة والشريكة للاحتلال في عدوانه. وندعو في هذا السياق إلى فرض كسر الحصار عن شمال قطاع غزة فورا وإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود لإنقاذ أرواح مئات الآلاف وتضميد جراح عشرات الآلاف من النازحين والجرحى. وكذلك نطالب بالضغط بشكل فعال على داعمي الاحتلال لوقف عدوانه وإجرامه وتدميره كل مقومات الحياة الإنسانية، كما ندعو الدول المطبعة إلى قطع علاقاتها فورا مع الاحتلال. ولا يعقل أن تبادر العديد من الدول الأجنبية إلى ذلك بينما تصر بعض دولنا العربية على علاقاتها مع العدو وتطبيعها معه. ثانيا، إن تصويت الكنيسة الصهيوني على حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو إمعان في الحرب الصهيونية ضد شعبنا وأرضه وحقوقه وقضيته الوطنية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية، ويتطلب من المجتمع الدولي التحرك العاجل واتخاذ موقف حازم لتجريم هذا القرار الجائر والعمل على طرد الكيان الصهيوني من مؤسسات الأمم المتحدة وفرض عقوبات عليه. ثالثا، إن تجديد مجرم الحرب سموتريتش تصريحاته التحريضية الداعية لتوسيع الاستيطان وضم أراضينا المحتلة وتهجير شعبنا في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة
وامتداد لسياسة حكومة الاحتلال الفاشية العدوانية ضد شعبنا وأرضنا، وتكشف مدى خطورة هذه السياسة العنصرية على أمن واستقرار المنطقة، مما يدعو كل دول العالم إلى رفض هذه التصريحات والعمل بكل الوسائل لوقف جرائم الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا. رابعا، فيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار، فقد استجابت حركة المقاومة الإسلامية حماس لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث عقدت الحركة بعض اللقاءات بهذا الخصوص، وهناك لقاءات أخرى ستعقد أيضا في نفس السياق. وقد أكد وفد الحركة أن الحركة منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تنهي معاناة شعبنا في غزة وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهلنا وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة جدية للأسرى. خامسا، نوجه تحية للمقاومة الفلسطينية البطلة وكل قوى المقاومة في لبنان واليمن والعراق وغيرها الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة في المواجهة وإسناد غزة في هذه المعركة التاريخية. سادسا، ندعو كل قوى أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى الانخراط في هذه المواجهة الشاملة مع العدو إسنادا لغزة ولبنان والمقاومة فيهما، ولإرسال رسالة للاحتلال وداعميه أن الشعبين الفلسطيني واللبناني ليسا وحدهما في الميدان. كما ندعو جماهير أمتنا إلى تصعيد حراكهم الجماهيري والخروج في مظاهرات ومسيرات حاشدة ومستمرة في كل العواصم والساحات ومحاصرة سفارات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية والدول الغربية الداعمة للاحتلال انتصارا لشعبنا ومقاومتنا وتضامنا مع أهلنا المحاصرين في قطاع غزة. ختاما، نقول للعالم الذي يسمع نداءنا ويرى معاناة شعبنا وآلامه ويشاهد مجازر الاحتلال وإرهابه، لن تنكسر إرادتنا وسيبقى شعبنا صامدا على أرضه بإذن الله، متمسكا بحقوقه، مدافعا عن ثوابته الوطنية ومقدساته مهما بلغت التضحيات. الرحمة والمجد لشهداء شعبنا وأمتنا الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى والمرضى، والحرية للأسرى والمعتقلين، والنصر لشعبنا وأمتنا ومقاومتنا. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد حركة المقاومة الإسلامية حماس. إذا مشاهدينا تابعنا هذه الكلمة للناطق الرسمي باسم حركة حماس، قال فيها إنهم منفتحون على أي طروح توقف النار على قطاع غزة نهائيا وترفع المعاناة عن أهل القطاع. على كل عودة إلى زملائنا، بالبداية أشكر زميلتي ريمي درباس ونهد يوسف من بيروت ومن جنوب لبنان، وأذهب إلى هبة مصالحة وكذلك أيضا خضر الزعنون معنا عبر الهاتف. هبة معلش خلينك تنطري كتير، ولكن يعني بعد في بس شوية علشان نعرف الوضع الميداني مع خضر كذلك. خضر، معك نفهم أكثر الأوضاع بالقطاع بشمال القطاع بشكل خاص وآخر المستجدات الميدانية. خضر؟ تسمعونا؟ طيب، إلى حين أن نتمكن من إعادة التواصل مع خضر، هبة معك نتابع المستجدات السياسية وحتى كذلك إذا ما كان في أي تطورات ميدانية مع إعلان حزب الله يعني لقصف عدة مواقع داخل إسرائيل وبطبيعة الحال زيارة هوكستين. نعم، على صعيد التطورات الميدانية عند الساعة 8 بالتوقيت المحلي هناك تطورات سياسية على صعيد جنوب لبنان. رئيس الوزراء سيجتمع وسيقوم بمشاورات أمنية وسياسية في إطار فتح أفق جديدة لتسوية مع لبنان، وهنا نتحدث عن المقترح الأمريكي الذي يستند على قرار الأمم 1701. والآن بدأت تتضح أكثر معالم الشروط الإسرائيلية اتجاه
تجاه تطبيق القرار. يعني وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر إعلامية تتحدث عن أن إسرائيل ستشترط في البداية أن يعمل الجيش اللبناني على تدمير البنى التحتية لحزب الله حتى نهر الليطاني، وحتى تنفيذ هذا الشرط ستبقى القوات الإسرائيلية داخل بلدات جنوب لبنان، بالإضافة أيضا إلى ضمانات تريدها إسرائيل للعمل بحرية حتى تضمن عدم دخول السلاح من إيران لحزب الله، بالإضافة أيضا إلى ضمانات بعدم تواجد حزب الله عند الحدود مرة أخرى وإبعاده إلى شمال نهر الليطاني. هذا آخر تحديث ما جاء نقلا عن مصادر مطلعة. نتحدث عن توجهات وحركات دبلوماسية مكثفة حتى الآن. يعني هناك انتظار للقاء ووصول عاموس هوكشتاين إلى الشرق الأوسط في إطار هذه الحلول، وكان أيضا الحديث عن القمة التي حدثت في الدوحة بأنها هي ركيزة أساسية لصفقة ولتحضير لقمة أكبر تشمل صفقة أكبر تضم جنوب لبنان أو لبنان بشكل عام وأيضا قطاع غزة. على صعيد التطورات الميدانية نلاحظ اليوم تكثيف الضربات الصاروخية باتجاه تجمعات للجيش الإسرائيلي وبالتحديد في منطقة إصبع الجليل. نتحدث عن منطقة المطلي والتي تعتبر بوابة للدخول القوات البرية باتجاه كفر كلا، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق وأيضا العديسي في محاولة للتقدم إلى بلدة الخيام والتي تعتبر هي منطقة استراتيجية حيث تطل وتكشف كامل إصبع الجليل. كان هناك أكثر من 30 قذيفة صاروخية خلال هذا اليوم استهدفت تجمعات الجيش الإسرائيلي الذي يتواجد في إطار الدعم اللوجستي لتلك القوات، بالإضافة أيضا إلى استهدافاته لتجمعات للجيش الإسرائيلي بقذائف صاروخية في المناطق المحاذية للقطاع الغربي من جنوب لبنان وتحديدا شلومي عرا دوفيف وأفيفيم. على العموم الجيش الإسرائيلي بالمواقع التي أعلن عنها بأنها مواقع عسكرية مغلقة لا يحدث في بياناته نعم. عدد الاستهدافات وما إذا كان هناك إصابات فورية، ولكنه يعني في نهاية المطاف يتحدث عن عدد من الإصابات كبير. نتحدث عن أكثر من 100 إصابة خلال أقل من 3 أيام في صفوف الجيش الإسرائيلي سواء الذي يعمل في جنوب لبنان أو حتى الذي يتواجد في إطار الدعم اللوجستي للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قذائف صاروخية كانت قد أطلقت باتجاه معلي ترشيحة، سقط صاروخ واحد على الأقل ما أدى إلى مقتل شخص، بالإضافة أيضا إلى إصابة شخص نتيجة انفجار مسيرة انقضاضية بالقرب من محطة قطارات. كان هناك أكثر من 4 مسيرات وصلت أو اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من جنوب لبنان. شكرا جزيلا لك هبة مصالحة زميلتنا من القدس على كل هذه الإيضاحات. نذهب الآن إلى خضر الزعنون الموجود داخل مستشفى المعمداني في مدينة غزة. خضر أهلا بك إذن من جديد، معك نتابع المستجدات الميدانية والأوضاع بشمال القطاع بشكل خاص. نعم لا أرى، يعني أبرز التطورات الميدانية هي الاستهداف الإسرائيلي العنيف في مشروع بيت لاهيا في شمالي قطاع غزة، والذي استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا مكون من 5 طوابق يعود لعائلة أبو نصر. هذا المنزل مأهول بالسكان وبه العشرات من الفلسطينيين، أدى ذلك إلى سقوط 93 ضحية وأيضا العشرات من الجرحى والمصابين، ولا زال هناك قرابة 40 قلبين تحت ركام هذا المنزل، وهناك صعوبات يواجهها المواطنون تلك المنطقة لعدم توفر المعدات اللازمة لرفع الأنقاض، إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواطنين المتواجدين تحت ركام هذا المنزل. في المناطق الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في جباليا وفي بيت حنون وأيضا في بيت لاهيا عدة استهدافات منذ ساعات صباح هذا اليوم طالت عددا من منازل المواطنين، وأدى ذلك إلى وقوع ضحايا ومصابين في صفوف الفلسطينيين، والذين سقوط 5 من الضحايا وأكثر من 20 من الجرحى والمصابين وغالبيتهم من المتسولين ومن الباعة في هذا السوق. أيضا سبق ذلك استهداف مسيرة إسرائيل لمجموعة من المواطنين في آخر شارع نعم. الجلاء
في المنطقة الشمالية من مدينة غزة، أيضا في وسط القطاع وجنوبه العديد من الاستهدافات خاصة من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي. هذه الأوضاع الميدانية لارا أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الفلسطينيون، خاصة في المناطق الشمالية التي لم يصلها أي من المساعدات منذ نحو شهر. نعم لارا، شكرا لك خضر على كل هذه التحديثات. نتابع معك كل جديد بطبيعة الحال من داخل مستشفى المعمداني في مدينة غزة. مراسل الحدث خضر الزعنون. أعلن حزب الله في بيان له إذن اختيار نعيم قاسم أمينا عاما له خلفا لنصر الله. جاء في البيان أن مجلس شورى الحزب توافق على انتخاب نعيم قاسم لشغل هذا المنصب الذي بقي شاغرا منذ اختيار نصر الله في 27 من سبتمبر الماضي. وكان نعيم قاسم يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب، وكان الجيش الإسرائيلي اختال أبرز المرشحين لخلافة نصر الله في قيادة حزب الله وهو هاشم صفي الدين، إثر غارة نفذت أيضا قبل نحو 3 أسابيع في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد تعيين حزب الله نعيم قاسم أمينا عاما له، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن فترة بقائه في منصب الأمين العام الجديد لحزب الله قد لا تستمر طويلا إذا لم يغير سياسات الحزب بحسب ما جاء في البيان. وأضاف هذا البيان أنه إذا سار على خطى سلفي حسن نصر الله وهاشم صفي الدين فإن فترة ولايته في منصبه قد تصبح الأقصر في تاريخ الحزب وفقا لما جاء في البيان. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن اختيار نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لحزب الله مؤقت، وأضاف عبر منصة إكس إن هذا الاختيار مؤقت وليس لفترة طويلة. إذن مشاهدينا، حسم حزب الله اللبناني خياراته القيادية بإعلانه تعيين نعيم قاسم أمينا عاما بعد مقتل حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. مصادر موقع جنوبية أوضحت أن تعيين قاسم بزعامة حزب الله تشير إلى اكتمال قيادة الحزب واستعداده لمواصلة المعركة مع إسرائيل والتفاوض معها من منطلق القوة. ولكن مصادر جنوبية عادت وأشارت إلى أن نعيم قاسم سيواصل منح التفويض لرئيس البرلمان نبيه بري لاستكمال التفاوض مع الموفد الأمريكي للبنان آموس هوكستين. وحول الرسائل التي يحاول حزب الله توجيهها لأنصاره ومؤيديه بعد تعيين نعيم قاسم بزعامة الحزب، أوضحت مصادر جنوبية أنها تتمثل في استعادة الحزب لقوته السياسية والميدانية، كما يسعى الحزب من تعيين قاسم لحث مقاتليه في الجنوب على مواصلة القتال مع القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك ومنعها من تحقيق إنجاز بري. على كل، سنفتح نقاشا في هذا التعيين مع ضيوفنا لهذا المساء في الأخبار الليلة من حزين في بعلبك في البقاع اللبناني، رئيس حركة قرار بعلبك الهربل علي صبر حمادي، ومعنا كذلك من بيروت عباس ظاهر مدير مركز الاستشراف للمعلومات، ومعنا من نيويورك الصحفية المختصة بشؤون الشرق الأوسط نادين ساندرز. مساء الخير لكم ضيوفي الكرام، أهلا بكم معنا في الأخبار الليلة. سأبدأ معك أستاذ عباس ضيفنا من بيروت. اليوم يعني في عدة معطيات تأتي مع انتخاب قاسم أمينا عاما لحزب الله. قبل قليل كانت زميلتنا تتحدث عن مصادر من حزب الله إنها خطوة مطلوبة من ناحية هيكلية الحزب وإنها مباركة من إيران، وكذلك أيضا أنه دافع الإعلان هو التفاوض لوقف النار كي
لكي لا يقال أن إيران هي التي تفاوض. فعليا هل هذه هي الأسباب التي دفعت إلى انتخاب نعيم قاسم، أم نتحدث هنا عن معطيات أخرى؟ طبعا تحياتي لك للضيوف للمشاهدين. واضح جدا أن حزب الله بهذه الخطوة أراد أن يخاطب الجميع على أنه أعاد تركيب هيكليته، وبالتالي هو مؤسسة ومنظمة لا تعتمد فقط على شخص. أما بالنسبة إلى التفاوض، التفاوض محسوم سواء كان عين أمينا عاما أو لم يعين، سواء كان هناك اكتمال أو لم يكتمل، باعتبار عندما كان نائبا للأمين العام هو قال في إطلالاته وفي آخر إطلالة أنه كحزب يفوض رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتفاوض، وبالتالي اليوم الرئيس نبيه بري هو المفاوض الأول باسم اللبنانيين فيما خص الحرب والالتزام مع الأمريكيين على تطبيق القرار الدولي 1701 ووقف إطلاق النار. لم يتغير شيء، لن يتغير شيء رغم كل ما يحكى في الإعلام. الالتزام اللبناني واضح في هذا الإطار، ونحن لازلنا في مساحة هذا الالتزام وهذا الانتظار للجواب الإسرائيلي الذي كان يفترض أن يحمله هوكشتين معه بعد لقائه المسؤولين الإسرائيليين، وهو ما تأجل برأيي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أما بالنسبة إلى أيضا المعطيات في خصوص تكليف أو انتخاب أو اختيار الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب، هو أن للحزب يبدو أولوياته الميدانية والعسكرية، وبالتالي ليست الأولوية اليوم البحث في ما خص الشخصية التي ستتحمل القيادة السياسية في هذه الفترة. الشيخ قاسم معروف عنه في كل المرحلة الذي استلم فيها نائبا للأمين العام منذ 33 سنة أنه كان يتعاطى بالشأن الداخلي السياسي النيابي ولا يتعاطى بالأمور العسكرية والميدانية، رغم أنه أكثر تشددا أنا برأيي من الأمين العام السابق للحزب السيد نصر الله الذي كان أكثر مرونة ب كل مقاربة الملفات سواء داخلية أو حتى الخارجية. طيب أستاذ علي، مع حضرتك أيضا نقرأ قليلا بهذا الاختيار، وكذلك أيضا يعني أنا بس بدي أوجه لك تحية، حضرتك بعدك موجود ببعلبك ورغم كل القصف الذي تتعرض له المنطقة، نحن نتحدث عن غارات مكثفة جدا على منطقة بعلبك بالبقاع الشمالية. أول شيء تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين. نحن جذورنا عميقة كثير، مشان هيك بنضل بمناطقنا شو ما يصير. إذا بتسمحي لي بدي أتطرق شوي للتصريح اللي عمله ممثل حماس، لأنه كثير حزنت أنا وعم بسمع وعم بيعمل هالتصاريح هيدي، اللي قام بالمطالبة فيها من كل حدا بالعالم، من كل يعني أولاً كان مستغرب من موضوع الإجرام تبع إسرائيل، أو عم بيدين إجرام إسرائيل اللي هو شيء مسلم فيه. كان عم بيطلب من الأمم المتحدة كيف بدها تساعده، كان عم بيطلب من الدول العربية والإسلامية كيف بدها تساعده، والحقيقة ما قدم شيء هو على مستوى حماس. هن شو بدهن يقدموا لحتى يخرجوا فلسطين ويخرجونا من الأزمة اللي احنا فيها؟ هل هن قاموا بالتنسيق قبل ما يقوموا ب 7 اكتوبر؟ قاموا بالتنسيق مع كل هالجهات هيدي، وبالتالي حدا خذلهم او ضحك عليهم او ورطهم بهالعمليه؟ ريت لو كان واضح بهذا الموضوع. بس برجع انا لانه هي حماس. طيب شو لازم تقدم؟ شو لازم؟ معلش هيدي مدخل لموضوع. هو قال بس هون حتى شير، يعني قال انهم منفتحون على اي طروح توقف النار نهائيا، يعني مش بس كان في ادانات. بس على كل، بس حتى ننتقل لموضوع لبنان، بعرف انه في ارتباط كبير بالموضوعين، بس انه اذا بدنا نفهم اكثر اليوم بطبيعه حزب الله وهذا الانتخاب، ما الذي يمكن ان نفهمه، وحتى ما الرساله هنا الى بيئه الحزب والى اللبنانيين بهذا الاختيار؟ أختي العزيزة، ما هي الأزمة بعد ذاتها، هو هالربط هذا اللي عم بيصير. يعني حتى ممثل حماس بعده عم بيربط موضوع إيقاف إطلاق النار بانسحاب إسرائيل وتسليم المعابر اللي هو شيء لن يحصل. بالمقارنة مع حزب الله، حزب الله بعده عم بيزيد الخطاب أنه هن ما رح يوقفوا إطلاق النار إلا ما توقف بغزة. يعني طيب. الخطاب الحرب الإسناد وحرب اللي بلشوه بس صارت 7 اكتوبر ب 8 اكتوبر بعد هذا الخطاب ما تغير.
حتى وقت اللي عم بيسلموا لرئيس مجلس النواب التفاوض، نعم، بيجي وزير خارجية إيران وبيرجع بيربطنا بموضوع غزة، بيطلع الشيخ نعيم عاصم نتمنى له التوفيق، بيطلع كمان بيرجع بيقول ما رح نوقف نحن حرب الإسناد ما لم تقف بغزة. يعني بعد المشكلة بعدهم عم بيربطوا ذات الخطابات بالمشكلة بالكارثة اللي وقعونا فيها كلهم سوا. نعم. هل في ناس هي مزبوط بدها توقف على مسؤولية اللي قاموا فيه وشوفوا كيف بدهم يحافظوا على لبنان وفلسطين وعلى الشعب اللبناني والفلسطيني، والشعب اللبناني والفلسطيني هن بيرجعوا بيلاقوا الطرق كيف بدهم يتصدوا لإسرائيل، بس مش بهالطريقة اللي سامحين لإسرائيل عيد فساد جراما بكل يوم عم نواجهه فيه. نعم، نرجع لهذه النقطة ولكن مع أستاذة نادين كذلك، هل اختيار انتخاب نعيم قاسم يعني يشكل رسالة ما إلى الخارج لم تكن موجودة من حزب الله بوقت سابق؟ لأنه لافت كذلك بمصادر الحزب لزميلتنا قالوا أنه هذا الانتخاب مرحلي إلى حين انتهاء الحرب حتى يتم تعيين مجلس شورى جديد نظرا للاغتيالات التي طالت هذا المجلس، ومن ثم يتم ربما اختيار أمينا عاما جديدا أو الإبقاء على نعيم قاسم، فيما فهم أنه وكأنه هذا الشخص هو الذي قد يقود مرحلة التفاوض الآن ومن بعدها تتغير الأمور. هذا ما يفهم أم لا؟ تحياتي لك وضيفك الكرام كذلك متابعينك. بالتأكيد انتخاب نعيم قاسم حاليا هو رسالة لأن حزب الله ما زال موجودا هيكليا ويحاول إعادة لمشتاته و استمرار في الصمود الذي يمارسه. بالنسبة للعالم أو للشرق الأوسط أو حتى لأمريكا لا أعتقد يهم لهم الآن من هو الأمين العام الجديد لحزب الله، ما يهم هو فعلا إمكانية إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار، خصوصا أن هناك محادثات جديدة. يعني صحيح أن الحديث عن غزة ولكن لا يمكن الفصل الآن بين حرب غزة وحرب لبنان طالما أن كانت البداية من منطلق حرب الإسناد التي شاركت بها قوات حزب الله قوات حماس، وبالتالي الآن الفصل صعب لتعقد الأمور. كما نعلم أن الحرب في لبنان بدأت أو تأججت عندما قررت إسرائيل أن تستعيد حدودها الشمالية وأن تعيد سكان إسرائيل إلى أماكنهم، والآن توسعت في طلباتها وأهدافها وتريد القضاء على حزب الله كليا حتى لا يشكل تهديدا لها فيما بعد. هذا يعني أن الحرب قد تتوسع إلى أكثر من ذلك طالما أن حزب الله أو مقاتلي حزب الله أو قادة حزب الله يتنقلون من مكان إلى آخر، مثلا من الجنوب إلى أماكن أبعد في لبنان، مما يعرض أماكن أكثر في لبنان إلى الخطر. الاحتماء بالمدنيين أو الوجود في بيوت مدنيين أيضا هذا يعرض المدنيين إلى خطر. يعني عندما تتخلص إسرائيل من أماكن معينة في الجنوب من قوات لبنان تتوغل أكثر لاحتمال انتقال تلك القدرات إلى أماكن أوسع في لبنان، وبالتالي يعني توسع الحرب. نعم. يعني الموضوع يحتاج إلى مفاوضات سريعة. أستاذ عباس، حضرتك تقول أنه شيخ نعيم قاسم هو أكثر تشددا، ولكن فعليا هل يكون الشخص الذي يحصل على تسوية، هل يكون اختياره أصلا لإمكانية التوصل إلى تسوية أم لا؟ نعم، أنا تحدثت أنه أكثر تشددا بمسيرته السياسية، بمؤلفاته، بتاريخه، باعتبار أن السيد نصر الله كان أكثر التعاطي معه بشكل مرن في الداخل اللبناني كما ذكرت وحتى في الخارج. اليوم سيدتي بغض النظر عن اختيار الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما أو لم يتم اختياره وبقي نائب أمين عام، موضوع التفاوض هو أمر محسوم بالنسبة إلى لبنان، وما حصل بين الأمريكيين ورئيس مجلس النواب نبيه بري هو محسوم ومنتهي. يعني اتفاق حصل بين لبنان والأمريكيين على تنفيذ القرار 1701 على الجيش واليونيفيل أن ينفذ هذا القرار، وبالتالي لن يقدم المسيرة أو الخيار أو القرار شيئا، باعتبار أن وقف إطلاق النار بالنسبة إلى لبنان وفق هذا القرار هو مسألة محسومة والتفاوض الدبلوماسي قائم، الحل الدبلوماسي قائم. إسرائيل طلبت المزيد، لم تعطي اليوم
رسميا لم تعطي إسرائيل جوابا للمبعوث الأمريكي هوكشتاين. سأتحدث أنا هنا بالتفصيل والمعلومات. عندما ذهب هوكشتاين من المبعوث الأمريكي من بيروت إلى واشنطن، نعم، كان أبلغ رئيس مجلس النواب أنه سيبلغه بالقرار بعد أيام الإسرائيلي. وهنا أظن أن الأمريكي مقتنع جدا بما التزم به لبنان، نعم، ولكن يريد أن يعرف مدى التجاوب الإسرائيلي معه. بتقديري أن الإسرائيلي يشتري الوقت من هنا حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأصبحنا عمليا كلنا في لبنان، في المنطقة، في الأقليم، حتى الأمريكيين في هذا المسار، مسار الانتظار حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ولكن هذا لا يعني أن الحل الدبلوماسي ليس قائما. الحل الدبلوماسي قائم ولبنان يتمسك به، وهو التزام نهائي بتنفيذ هذا القرار بكل مندرجاته. اسمح لي أذهب للأستاذ علي. نعم. أستاذ علي، يعني اليوم فعلا هناك كلام من لبنان على موضوع 1701، هذا الأمر ما زال يعني فيه تعقيدات، ولكن على الأرض يعني حضرتك ابن بعلبك، نحن نتحدث هنا عن يعني كل هؤلاء الناس الذين يعانون ويحسبون على بيئة حزب الله أو هم فعليا من بيئة حزب الله، ما الذي يطلب على الأرض؟ وفعليا كم اليوم أي تغييرات بهيكلية حزب الله قد تلقى أذانا صاغية أم لا ضمن بيئة الحزب التي تهجر عدد كبير منها؟ في اتفاق وطني انه مفروض الحل يتم عن طريق 1701. نعم. بس المشكله انه 1701 في اشكاليه كثير كبيره وما عم بيصير في اي اتفاق عليها، وساعه بسموها 1701 بلس، وساعه بدهم يدخلوا المندرجات الاخرى بال 1701، يعني ال 1559. نعم. الحقيقه السؤال هون، اذا نحن بدنا نطبق 1701، شو بدنا نعمل بال 1559؟ هل بدنا نطبق ولا لا؟ هلا في ذر رماد بالعيون بصير بيقولوا لك انه لا ما له علاقه، وهذا لا بس الانسحاب للليطاني. هذا الحقيقه بنكون ساعتها نحن مش عم نطبق ال 1701، لانه مضطر انت حسب النص تبعه انك بدك تتايدي بالقرارات الاخرى. نعم. ال 1559 بيعملنا مشكله وطنيه اكيده، بعد ما في طريقة كيف بدنا نتعاطى نحن وياها. بالنسبة لأهل منطقتنا وأهل لبنان وكل مثل ما اتطرقت وفلسطين، نحن بدنا إطلاق نار لنوقف هالمجزرة. ما فينا نكون عم نقاتل بأجساد البشر، ما فينا نكون عم نقاتل بدماء البشر. نحن وقت اللي بلشت قضية المساندة كنا على أساس أنه في نوع من الرعب المتبادل بين حزب الله وبين إسرائيل. هذه بيّنت أنها مش حقيقة. كنا كمان عم أساس أنه إذا في حال ضربوا الضاحية بيضربوا تل أبيب، لم يحصل. هلأ هني عم بيضربوا بعلبك الهرم اللي هي أبعد من الضاحية. المفروض مثلا ليش ما بيضربوا ديمونة؟ إذا عندهم هالقدرات اللي كانوا عم يوعدونا فيها، ليش ما بيضربوها لديمونة؟ وساعتها أنا بتكفلك أنه بتوقف إسرائيل القصف. في طريقة التعامل أبدا لا ترتقي إلى مستوى المشكلة اللي نحن فيها. الـ 1701 ممتاز إن نقدر نحل مشكلتنا على طريقه، بس بدنا نكون واضحين وصريحين وشفافين كيف بدنا نطبقه. وهذا بعتقد اللي طالب فيه هوكشتاين آخر مرة إجا، قال إحنا بدنا ملتزمين بالـ 1701 بس خبرونا كيف بدكم تطبقوه. هلا نعم. عم بيحط الثقل علينا اكثر ما بده يحط الثقل على اسرائيل، شيء طبيعي. هن الاسرائيليه مش انه مرتاحين، بس هن اكيد مرتاحين اكثر منا. وبالتالي نحن المطلوب منا نقدم كيف هي الطريقه اللي بدنا نحن نطبق 1701، واذا بدنا ما نجيب سيره 1559 نكون صريحين نقول والله نحن ما راح نطبق 1559. وبس المهم انه يكون في رجال دوله عم تاخذ قرارات واضحة وصريحة. طيب. اسمح لي. شوف كيف بدك تمشي بالطريق لتوصلنا لبر الأمان. أستاذة نادين، يعني فعليا اليوم لبنان لديه طرح واضح كما يقول ضيفي رغم كل الخلافات الداخلية، بس بنفس الوقت يعني إسرائيل من جانب آخر لديها شروط أخرى وحتى كذلك تهديدات. يعني بمجرد انتخاب قاسم أمينا عاما لحزب الله، وزير الدفاع يتحدث مباشرة أنه ليس لوقت طويل. هذا التهديد ومسلسل الاغتيالات وكل ما يحصل من جانب إسرائيل تجاه لبنان، هل يمكن فعليا أن يفضي إلى حل؟
أعتقد الجميع يعلم أن إسرائيل تريد ليس فقط تطبيق القرار 1701، وإنما تريد التخلص من وجود حزب الله على حدود إسرائيل. وأي جهود في هذا الموضوع ربما يعني قد تكون هناك هدنة مؤقتة، ولكن أعتقد أن إسرائيل قد فتحت شهيتها تماما للقضاء على كل ما يشكل لها تهديدا، وسوف تستمر في مهاجمة حزب الله ومقاتليه حتى وإن كانت هناك هدنة مؤقتة. يعني على المدى الطويل يجب حل مشكلة حزب الله مع الجيش اللبناني وإعادة سيطرة الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية. هذا الحل وهذا الوضع سيضمن بأن تطبيق قرار 1701 سيكون كفيلا للقوى الدولية، لمجلس الأمن، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لقوى دعم لبنان أن تقف إلى جانبه تماما، لأنه لن تكون هناك ذريعة لإسرائيل في استمرارها بتدمير لبنان أكثر مما هو عليه الوضع الآن. فتلك الإشكالية التي حتى الآن لم يجد لها اللبنانيون حلاً هي المفتاح في كل ذلك الموضوع، لأن الرهائن ليسوا مع حزب الله، ولا أيضاً الخصومة الأساسية ليست مع حزب الله، ولكن هو التصعيد الذي حصل في النهاية والذي شكل تهديداً لإسرائيل. والآن نحن نعلم يعني كل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً كثير من الدول الصديقة لإيران تدعم إسرائيل بحقها بالدفاع عن النفس. لماذا نعطي هذه الحجة لإسرائيل بانتهاك لبنان واستباحته والتوغل فيه وأن تكون هناك سيناريو غزة أخرى؟ يعني الحرب يمكن أن تستمر، نحن رأينا كيف أن الحرب استمرت في غزة لأكثر من سنة. هل يعني كم هي المدة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها إسرائيل فعليا لأن تتخلص من حزب الله تماما كما فعل او على يعني بقدراته الكبرى كما فعلت مع حماس؟ هل هو عام اخر؟ يعني هذا السيناريو مرعب. لذلك حل هذه الجزئيه اساسا نحن نعلم منذ عام 2019، يعني عندما بدات العقوبات او حتى قبل عندما بدات العقوبات الامريكيه على حزب الله وقيدت تلك العجله الاقتصاديه والتي ادت الى يعني خلق كركبه كامله للبنان. نعم. في مجال اقتصادي وبدا هذا الموضوع، يعني كل تلك العوائق تصب في مرحلة واحدة يمكن حلها إذا اتفق اللبنانيون على ذلك. وأعتقد أن نبيه مرن الآن مرشح بشكل كبير إدارة الحوار الداخلي كما فعل سابقا في أزمات لبنانية أخرى. شكرا لك ضيفتنا من نيويورك الصحفية المختصة بشؤون شرق الأوسط نادين ساندرز. شكرا لضيفنا من حزين في بعلبك. إذا بتسمحي لي طيب تفضل هل تسمحي لي بنقطة إضافية؟ تفضل أولا، وقف إطلاق النار هو مطلب وطني لبناني. ثانيا، لا يجوز الاجتهادات هنا في مسألة تنفيذ القرار 1701، لأن وفق معلوماتي من مصادر مؤكدة لا خلاف حصل بين اللبنانيين والأمريكيين. الاتفاق حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين على كل مندرجات القرار. التنفيذ هو من مهمة الجيش اللبناني واليونيفيل، وزار هوكشتاين قائد الجيش اللبناني واتفق معه على كيفية دعم الجيش وتنفيذ الآليات في هذا الإطار، وبالتالي لا مشكلة. الإسرائيلي ينتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من هنا حتى وقتها يظن أنه يريد أن يدمر البنية المتعلقة بحزب الله، ونحن في مساحة الانتظار. أعتقد بس أستاذ علي كان عم يحكي عن 1559، صحيح أستاذ علي الخلاف على هاي النقطة مش على القرار 1701؟ هو واضح لم يتحدث هوكشتاين لا عن زيادة ولا عن نقصان ولا عن خلاص، وأنا أتحدث عن معلومات هنا وليس ما ينشر في بعض وسائل الإعلام. نعم أستاذ علي، عندك رد؟ ما في لزوم لنحكي عن وسائل الإعلام، الواحد يقرأ. نحن مشكلتنا أنه ما بنقرأ. الـ 1701 واضح بيدخل 1559 بمندرجاته، مش بس هيك، في بند بال 1701 بيتعلق بحصر السلاح بالدولة الشرعية، وهون عم بفوتونا بخلاف بالبيانات الوزارية، والبيان الوزاري ما له علاقة الحقيقة بالشرعية. بس وقت اللي اجى هوكشتاين اخر مره كان كثير واضح انه بده الطريقه كيف بده يتنفذ 1701، اللي بده تطرق لموضوع 1559 بدون ادنى شك، بدون ما يدخل بالتحليل. المنطق هيك بيقول، والمثل ما عم بقول لك النص هيك بيقول. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. إذا من حزين بعلبك في البقاع اللبناني رئيس حركة قرار بعلبك الهرمل علي صبري حمادي، شكرا لضيفنا من بيروت عباس ظاهر مدير مركز الاستشراف للمعلومات، وأيضا شكر جديد لضيفتنا من نيويورك الصحفية المختصة بشؤون الشرق الأوسط نادين ساندرز.
حذر مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمس من أن المستشفيات في شمال القطاع باتت خالية من الكوادر الطبية مع انقطاع تام للأدوية والمواد الطبية نتيجة محاصرة الجيش الإسرائيلي لثلاثة مستشفيات هناك وإجبار البعض الآخر على المغادرة نحو مدينة غزة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الاتصال قد فقد بأولئك الأطباء المهجرين قسرا ولا يعرف مصيرهم حتى الآن. وزارة الصحة الفلسطينية أمام تحدي كبير، وذلك بسبب العدد الكبير من الشهداء والمصابين والجرحى في قطاع غزة بشكل عام وشمال قطاع غزة بالخصوص، حيث لا كوادر طبية متخصصة في المستشفيات هناك. ثانياً، لا سيارات إسعاف لنقل المصابين، ولا يتوفر أدوية ولا مستهلكات طبية، وذلك بعد محاصرة الاحتلال الإسرائيلي لتلك المستشفيات الثلاثة: مستشفى كمال عدوان، مستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، واعتقال بعض الكوادر الصحية والطبية المتواجدة بداخل تلك المستشفيات، وإجبار البعض الآخر وهو العدد الأكبر من الطواقم الطبية بالنزوح الجبري إلى مدينة غزة وضواحيها. ولكن لحتى الآن من بعد دخول الاحتلال الإسرائيلي لهذه المستشفيات لا يوجد اتصال مع بعض من الطواقم الطبية، وقد فقد الاتصال بالطواقم الطبية ونحن لا نعرف مصيرهم. سقط عدد من القتلى جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لأحد الأسواق المكتظة في حي الدرج شرق مدينة غزة. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا خضر الزعنون. في قلب شارع النفق، هذا الشارع المكتظ بأعداد الباعة والمتجولين والمتسوقين في هذا المكان. قبل قليل تم استهداف هذا المكان بصاروخين من طائرات حربية، أدى ذلك إلى وقوع أعداد من الضحايا ومن المصابين بين المتسوقين وأيضا المشترين في هذا السوق المكتظ بأعداد المتسوقين في حي الدرج في قلب مدينة غزة. هنا المواطنون يواجهون صعوبة لعدم توفر سيارات الإسعاف بالسرعة الممكنة، وأيضا يواجهون صعوبة في نقلهم خاصة إلى مستشفى المعمداني. هذين الانفجارين هزا هذه المنطقة وسقطت أعداد كبيرة من المواطنين خاصة من الباعة ومن المتسوقين في هذا المكان. لعلكم تشاهدون هذا العدد الكبير من المواطنين والذين ارتكبت بحقهم هذه الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي. لقناتي العربية والحدث، خضر الزعنون، غزة. بتمنى من الله أنه يتم اتفاق ويتم صفقة تبادل بين إسرائيل وبين الحكومة الفلسطينية، ونخلص من الهم اللي احنا فيه، لانه بكفي معاناه بكفي تعب. احنا اليوم صرنا ننام ونصحى كل يوم خبر، كل يوم بقول لك في مفاوضات، في وقف اطلاق النار، في هدنه، في تهدئه، في صفقه جايه. احنا كل يوم بنصحى وننام على كابوس، بنصحى وننام على حلم. يعني احنا اليوم الحرب لها سنه وتقريبا شهر، يعني السنه والشهر هذول مرت فيها اكثر من مجزره. كل يوم بنسمع مجزره، كل يوم بنسمع خبط، كل يوم بنسمع تهجير، كل يوم بنسمع نزوح. يعني احنا بكفي لحد هين، احنا بدنا حل نهائي. طبعا عندنا امل في وجه الله الكريم والمفاوضات الجديده وتوقف الحرب على القطاع. اول شيء، ثاني شيء امنياتنا نروع عدورنا ونشوف حبايبنا، نزور احبابنا في شمال القطاع، نشوف كل الامور اللي نحبها، وربنا ما يفجعنا في الناس الموجودين حاليا. نتمنى انها تقف باذن الله عز وجل. طبعا زي كل اهل قطاع غزه ننتظر باحر من الجمر انتهاء هذه الحرب، هذه الحرب الطاحنة التي أكلت الأخضر واليابس، التي دمرت كل شيء، قتلت البشر والحجر والشجر، قتلت الرجال والنساء والشيوخ والأطفال. هذه آلة الحرب المدمرة التي طالت الجميع. يعني ننتظر ببارق الأمل، ننتظر بكثير من الشوق أن تنتهي هذه الحرب. ريم غزة ابنة 8 أشهر هي الناجية الوحيدة من عائلتها بعد تعرض منزلهم للقصف منذ شهرين تقريبا في منطقة عبسان شرق خان يونس، ففقدت آنذاك جميع أفراد عائلتها ولم يتبقى لها سوى جدتها لأبيها التي تعتني بها. ريم ألقت بها قوة القصف على بعد أمتار من منزلهم الذي سوي بالأرض. أنا أم جهاد أبو حية،
هذه الطفلة بنت ابني جهاد. جهاد راحت مرته أولاده وبناته كل العيلة 12 نفر، ما ضلش غير هذه البنت الصغيرة. مع الساعة 8 ضربوا الدار كلها، نزل الدار عليهم 3 طوابق، ما ضلش ولا واحد. هذه البنت لقناها وهي بتصيح، سمعوا صوتها لقوها مرمية تحت الزيتونة، والحمد لله. وهي أنا قايم فيها، أنا بجيب لها حليب وبرضعها. الساعة هذه عمرها 8 شهور، برضعها واجيب لها حليب وبنبز وقايم فيها أنا. كلهم أطفال صغار اللي ضربوهم، كل اللي راحوا كلهم أبو 2 سنين وأبو 3 وأبو 4 وأبو 5. هذا إيش عملوا الأطفال الصغار هذول منهم انضربوا؟ كلهم صغار اللي راحوا قاعدين هنا، كانوا هنا في الصالون. والله مرق الدار ملوش 5 دقايق هنا قاعدين بتعشوا في النص، ضربوهم هم مع بعض مجمعين في نص الدار. وفي لبنان، قصف الجيش الإسرائيلي منطقة في حارة صيدا جنوبي لبنان التي تشكل بيئة حاضنة لحزب الله داخل مدينة صيدا. وكانت مراسلة الحدث قد أفادت بشن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا بإخلاء 16 قرية جنوبي لبنان. ضرب المجمع. لف 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 لف. وفي الجبهة المقابلة، أطلق حزب الله 10 صواريخ على إسرائيل اليوم، حيث أفاد مراسل الحدث بعملية اعتراض في الجليل بشمال إسرائيل. شيخ أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمام زوار له ثباته في المفاوضات على الموقف الذي يحمي حقوق لبنان وكرامته، وقال إنه لا يتأثر بالضغط سواء كان ناريا أم سياسيا. ونقل زوار الرئيس بري قوله إنه لا مناص في نهاية المطاف من العودة إلى القرار 1701 مهما تأخر الوقت، لكن نتنياهو يصر للأسف على مواصلة سفك الدماء ويقيس الأمور بمعيار خاطئ. وأضاف بري أن الوضع الميداني للجيش الإسرائيلي يتخذ مسارا انحداريا، فلماذا يستمر بإضاعة الوقت؟ وللمزيد من التطورات نذهب إلى زملائنا كذلك من القدس، الصحفية هبة مصالحة، ومن البقاع مراسل الحدث محمود شكر. مساء الخير لكما، أهلا بك من جديد هبة. معك أبدأ، ما إذا كانت هناك أي مستجدات جديدة سياسية سواء أو ميدانية؟ نعم، نتحدث على الصعيد الميداني. الجيش الإسرائيلي قبل قليل أعلن أنه اعتقل قائد عيتا الشعب من حزب الله، وهو حسن عقيل جواد، كما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي. هذا يأتي في إطار العمليات البرية في القطاع الشرقي، حيث يواجه، وتقول مصادر إعلامية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بمعارك وصفتها بالصعبة مع عناصر حزب الله، حيث
يحاول التقدم إلى منطقة الخيام، وهذه المنطقة تعتبر استراتيجية لناحية أنها تكشف إصبع الجليل بالكامل الذي شهد أيضا عدة استهدافات خلال هذا اليوم، وبالتحديد لمنطقة المطلة في إصبع الجليل. أكثر من 30 قذيفة صاروخية استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي، بالإضافة أيضا إلى استهدافات للمناطق المحاذية للقطاع الغربي، حنيتة، يعراء، وشلومي. كان هناك عدة استهدافات، بالإضافة أيضا إلى تركيز حزب الله لهذا اليوم على استهدافاته بالمناطق بالجليل الأعلى، والتي قام حزب الله بتحذير هذه المناطق وحذر أكثر من 25 بلدة. هو اليوم ينفذ استهدافاته بتلك المناطق وحذر بإخلاء المناطق قبل يومين بمقطع فيديو. اليوم نلاحظ تركيز استهدافاته على تلك المناطق التي تبعد أكثر من 10 كيلومترات في إطار توسيع عمليات الإخلاء التي كانت في السابق بمسافة 5 كيلومترات. نتحدث عن مسيرة انفجرت في مدينة نهارية، وهي ضمن البلدات التي طالب حزب الله بإخلائها، مع إعلان عن إصابة شخص نتيجة انفجار المسيرة، بالإضافة أيضا إلى معلوت ترشيحة. سقط هناك عدد من الصواريخ والشظايا الصاروخية، ما أدى إلى مقتل شخص. أيضا هناك كان عدة استهدافات لمناطق وتجمعات للجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى وفي إصبع الجليل وأيضا في الجولان. هذه المديات التي استهدفها اليوم حزب الله، بالإضافة أيضا إلى سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في مدينة حيفا. نتحدث عن عدد من الاستهدافات، ونلاحظ خلال الأيام الماضية عدد القذائف الصاروخية تصل إلى 200 قذيفة صاروخية تطلق باتجاه المناطق الشمالية. نعم. على صعيد التطورات السياسية، كنا قد تحدثنا عن الشروط السياسية الإسرائيلية والتي يناقش اليوم بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء في مشاورات أمنية وسياسية بخصوص التوصل وفتح أفق للتوصل لتسوية سياسية. إليك محمود لمتابعة الوضع في البقاع بعد يوم دام أمس. نعم، اقتصرت التطورات الميدانية على شقين في منطقة البقاع بخلاف ما أتيت على ذكره من هذه الليلة الدامية التي وصلت عدد الضحايا فيها إلى ما يقارب 68 ضحية و120 جريحا. أما البقعة الأولى التي استهدفها الطيران وتحديدا صباح هذا اليوم فهي في الليل ويحمر، وأدى الأمر إلى سقوط ضحيتين وعدد من الجرحى، مما يرفع العدد إذا جمعناه مع هذا اليوم مع الأمس إلى 70 ضحية على مستوى منطقة البقاع. أما البقعة الثانية التي استهدفتها وتحديدا طائرة مسيرة فهي في أعالي بلدة تعلباية في البقاع الأوسط التي تقع بالقرب من مدينة زحل، وهي لأول مرة تستهدف هذه البلدة وتحديدا في حيها الأعلى. هو مبنى مؤلف من 3 طوابق، وفي الطابق السفلي أو الأرضي 3 محلات لصناعة تصنيع الحديد. الغارة الأولى أتت باتجاه الكراجات، ثم بعد ذلك 5 دقائق أتى الصاروخ الثاني. هرع أهالي المنطقة وسيارات الدفاع المدني إلى المنطقة، ثم بعد ذلك شاهدنا الصاروخ الثالث وهو يقطع فوق المنطقة، أي من فوق منطقة ظهر البيضاء ونزولا إلى البقعة، ثم بعد ذلك انفجر. وتحدثت معلومات عن سقوط لبعض الجرحى على مستوى تشظي للشظايا. الدفاع المدني وصل إلى المنطقة وأطفأ النيران التي اندلعت في المؤسسة المذكورة. يشار إلى أن إذا أخذنا هذه البقعة التي هي لأول مرة يستهدفها الطيران، ولكن كان قد استهدف في الفترات الماضية وتحديدا بالقرب منها من جهة الجنوب وتحديدا جلالة لسيارة تحت ما يعرف بالاوتوستراد العربي، وأيضا لشقة في شتورة الجديدة، وأيضا لمبنى منذ حوالي 4 أسابيع. وكان هنالك استهداف أيضا لجهة تعلباية من جهة الأعلى،
لمحلة تعرف بالكربة أم. لذلك هذا هو الاستهداف الذي ألقى نوعا ما من التوتر على المستوى الاجتماعي، لأن البلدة كانت في الفترات الماضية هي تعتبر من المناطق ذات البعد الآمن إن كان على مستوى اللجوء أو المستوى المواطنين. ولكن دعيني أقول إلى أن هنالك مفارقة شاسعة بين اليوم وبين الأمس. الأمس هو الأعنف، اليوم هو الأصح الهدوء الحذر. مع هاتين الواقعتين في البقاع الغربي وفي البقاع الأوسط. شكرا لك محمود شكر مراسل حدث من البقاع، والشكر موصول لهبة مصالحة زميلتنا الصحفية من القدس. هل التعقيد الإسرائيلي إذا صح هو مرتبط بالانتخابات الأمريكية وبالتالي سنشهد نتائج من بعدها أم لا؟ أود أن أدلي بنقطتين. نحن متفقون بأن هناك ضرورة لتنفيذ القرار 1701، لكن مع مرور بعض الوقت لم يتم تنفيذه، وخاصة بالنسبة لما يصادفه من مسألة الرئاسة في لبنان. لكن علينا أن نضمن بأن هذا القرار سوف يضمن خروج حزب الله من الحدود. بالنسبة لإسرائيل، لسوء الحظ حقيقة الأمر أن انتخاباتنا الرئاسية تعقد المشهد السياسي وبعض النواحي الاستراتيجية. لذا بعد انتهاء هذه الانتخابات التي سوف تكون يوم الثلاثاء المقبل، أعتقد أن هذه المشكلة بالإضافة إلى قضية غزة قد تصبح أقل سياسية ويمكن التوصل إلى حل مقبول. يعني هي حتى الآن سياسية كما تقول سعادة السفير حسب ما أفهم منك، يعني هو فعليا الأمور الإجرائية جاهزة ولكن القرار السياسي فقط ينتظر الأحداث الكبيرة. لسوء الطالع هناك جملة من المسائل التي تم تسييسها في الولايات المتحدة مما صعب الأمر على حلها. من الصعب أن نقرر أي حزب سوف يمضي بأي اتجاه لأسباب سياسية. أعتقد أن إدارة بايدن كانت محبطة، ولكنها تعتقد بأنه كان يمكن تحقيق نجاح أكثر مما حدث، لكن باستثناء تلك الحسابات السياسية التي كانت موجودة. من المفيد لكافة الأطراف بمجرد إتمام هذه الانتخابات أن نعمل على إعادة المعادلة والتوصل إلى قرار في لبنان وفي غزة. طيب. أي إدارة أمريكية اليوم ستكون يعني قادرة على إفراز اتفاق أو حلول بالنسبة للبنان وغزة أيضا؟ هل نتحدث عن إدارة كاميلا هاريس إذا ربحت أم إدارة دونالد ترامب إذا ربح؟ أعتقد أن كل من الطرفين سوف يتخذان مبادرات مختلفة، لكن بمجرد عدم تسييس هذه القضايا فإنه كل من المرشحين للرئاسة قد يتوجهان نحو صنع قرار. أعتقد أن نائبة الرئيس هاريس لعلها سوف تطلب من إسرائيل أن تقدم المزيد من التنازلات أكثر من ترامب، لكن كل منهما سوف يسعيان لدفع الحزبان للتوصل لقرار لهذه القضايا. المشكلة الآن تكمن في قدرة جهود أي منهما لاستخدام هذا الأمر كحملة سياسية في هذه السباقات الانتخابية التي سوف تنتهي يوم الثلاثاء. وبعد ذلك آمل أننا سوف نرى إجراء فعلي من أجل نزع فتيل هذا الصراع. طيب السؤال الآن من الجانب الآخر سعادة السفير، يعني أي إدارة يمكن أن تكون مقبولة أكثر إسرائيليا؟ حضرتك تحدثت عن أنه هاريس قد تطلب مزيد من التنازلات فيما ترامب لا، بوقت أنه الآن يعني الحديث يدور عن أنه يعني نتنياهو فعليا يعني بوضع ولا يريد إعطاء هدية لإدارة بايدن، ولكن بنفس الوقت من غير المفهوم كيف ستكون العلاقة مع ترامب. ف بالنسبة لإسرائيل برأي حضرتك أي إدارة يمكنها أن تتعامل معها بشكل أفضل؟
من الصعب أن نقول لأن الرئيس ترامب سوف يعطي القيادة الإسرائيلية المزيد من الحرية، وفعل ذلك قد يكون في مصلحة إسرائيل، لأننا في الفترة الحالية نشهد أن القيادة الإسرائيلية تقوم باتخاذ موقف متشدد ومتطرف، وأعتقد أنه من مصلحة إسرائيل أن لا تتخذ حكومتها مثل هذه المواقف المتشددة. إذا ما جاءت هاريس إلى سدة السلطة فسوف تشجع القيادة الإسرائيلية لاتخاذ مقاربة معتدلة، الأمر الذي يصب في مصلحة إسرائيل والشعب الإسرائيلي. وفي هذا الخصوص من الصعب أن نحكم أي منهما سوف يكون الأفضل. في نهاية الأمر سوف يتحقق السلام إذا ما اتخذت إسرائيل موقفا معتدلا، وسوف تفعل هاريس إذا ما جاءت إلى سدة السلطة. طيب، إلى حين الانتخابات الأمريكية سعد سفير، نحن على بعد أيام قليلة، ولكن هذه الأيام القليلة قد تحمل مستجدات كثيرة بالنسبة لحياة المدنيين سواء اللبنانيين أو الفلسطينيين في غزة. اليوم الصورة السياسية باتت واضحة للجميع كما تقول حضرتك، ولكن تنتظر الانتخابات. بس فعليا إسرائيل لا تخفف من وتيرة ضرباتها لا بلبنان ولا بغزة، كل يوم نتحدث عن مجازر جديدة بالمنطقتين. ألا يمكن اليوم حتى على الأقل التفاهم مع إسرائيل لتخفيف وتيرة هذه الضربات، بظل أنه سواء حماس تقول أنها منفتحة على أي حلول اليوم، وسواء حزب الله يقول أنه منفتح على 1701؟ على حد علمي فإن الجهود الدبلوماسية التي كانت تبذلها إدارة بايدن من خلال زيارة الوزير بلينكن والمنسق الخاص هوكشتاين أو حتى من قبل مدير CIA بيرنز، كل هذه الجهود كانت ترمي لتخفيض وتيرة العنف ومن أجل ضمان تقديم المساعدات الإنسانية وأنها سوف تصل إلى الشعب في غزة. وكذلك نحاول أن نعمل على قرار مستقبلي بشأن ما قد يحدث في غزة في عقاب انتهاء هذا الصراع، وكيف يمكن للبنان أن يحل فيه السلام. هذه هي الجهود الدبلوماسية التي تسير على قدم وساق، لكننا حققنا بعض النجاحات المعتدلة فيما يخص رد إسرائيل على إيران الذي كان مدروسا، لكننا يمكن أن نرى نجاحا أكثر في مجال المساعدات الإنسانية وأطلاق سراح الرهائن وتخفيض أعمال العنف. شكرا لك ضيفنا من واشنطن السفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط على هذه المداخلة معنا. أعلنت ميليشيات الحوثي استهداف 3 سفن تجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن. وقال الناطق العسكري باسم الميليشيات إن الاستهداف جاء لانتهاك الشركات المالكة للسفن قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل، مضيفا أن العمليات استهدفت سفينة SS مونتريال جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين، فيما استهدفت العملية الثانية سفينة ميرس كولوم في البحر العربي بصاروخ مجنح. أما العملية الثالثة وفق بيان الحوثيين فقد استهدفت سفينة موتارو في البحر الأحمر وباب المندب، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية. وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبية فلسطين المحتلة، وقد نفذت العملية بعدد من الطائرات المسيرة، ونجحت المسيرات في الوصول إلى أهدافها بفضل الله. وسط مزاعم باحتمال تنفيذ عملية عسكرية أمريكية في الحديدة بالتنسيق مع القوات الحكومية اليمنية، تواصل ميليشيات الحوثي حشد مقاتليها إلى مناطق الساحل الغربي. ووفق مصادر يمنية فإن الميليشيات دفعت بقواتها إلى خطوط التماس مع القوات الحكومية في مختلف الجبهات الداخلية. وبالتزامن مع تجدد استهداف الملاحة الدولية، شنت ميليشيات الحوثي هجمات متقطعة على مواقع القوات الحكومية في جبهات عدة تركز معظمها في محافظات الحديدة وتعز وأيضا الضالع. أما جبهات شرقي محافظة البيضاء المتخمة لمحافظتي مأرب وشبوة النفطيتين وسط اليمن فقد شهدت وصول تعزات عسكرية بشرية وكذلك أيضا قتالية. يرى محللون عسكريون أن تحركات الحوثية تهدف لإهام اليمنيين
خطر من تعرض الحديدة لهجوم أمريكي، وهو ما تتخذه الميليشيات ذريعة لتبرير خروق العسكرية في الجبهات الداخلية. وفي السياق، نفذت الميليشيا مؤخرا مناورات صاروخية في عدد من المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء لاختبار دفاعاتها الجوية، مستخدمة الصواريخ والبالونات الحرارية. وأفادت مصادر محلية بأن المناورات أجريت في مديرية سنحان وبلاد الروس ومنطقة خولان الطيال. الميليشيات استخدمت في المناورات مجموعة من راجمات الصواريخ طويلة المدى وصواريخ أرض جو التي تم السيطرة عليها في معسكرات الجيش اليمني. كما أظهرت الميليشيات خلال المناورات صواريخ سام 2 وسام 3 وسام 6 تم نقلها من مخازن الجيش اليمني في معسكرات عدة وسط صنعاء. ووفقا للمعلومات، شارك خبراء من العراق ومن حزب الله اللبناني في تطوير هذه الصواريخ وصناعة عربات إطلاق لها. نذهب إلى فاصل مشاهدينا، ومن بعده نتابع الأخبار الليلة. أزمة حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي، ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحداثة. أعرف الأخبار وتابع الحدث. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قبل أن نتابع بملفات الأخبار الليلة، نذهب إلى هذه الصور التي وردتنا من استهداف حارة صيدا الواقعة بمنطقة صيدا. نتابع. إذن نحن نتابع هذه الصورة من هذا الاستهداف الذي فيما يبدو أنه استهدف شقة واحدة ضمن هذا المبنى. عادة ما تكون هذه الاستهدافات يعني محاولات لاستهداف شخصيات معينة وليس قصفا على مواقع معينة. فعليا معلومات تتحدث عن قتلى، كانت وزارة الصحة قبل قليل تحدثت عن 5 قتلى في هذه الغارة الإسرائيلية على حارة صيدا، إلى جانب 33 جريح. يعني بحسب المعلومات الرسمية الآتية إلى الآن، على الرغم من أنه هذا الاستهداف طال فقط هذه الشقة. بطبيعة الحال نحن ننتظر معلومات إضافية حول هذا الاستهداف، بوقت أنه هناك حديث عن إمكانية أن يكون محاولة اغتيال وليس عملية اغتيال، مع الحديث عن وفيات لبعض أهالي يعني لأحد أهالي المسؤولين في حزب الله. ولكن نتأكد من هذه المعلومات قبل أن يعني نطرح الأسماء الموجودة حتى الآن. إذن بالشأن الإيراني، لوح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي برد إيراني ستكون عواقبه وخيمة على إسرائيل، وقال إن بلاده لن تتعجل كما أنها لن تتأخر في الرد على إسرائيل، لكنه أشار إلى أن بلاده لا تسعى إلى مفاقمة التوتر أو الصراع في المنطقة.
پیشتر از طرق مختلف هشدار داده بودیم. ما سبق وحذرنا من خلال قنوات مختلفة فإن إيران استنادا إلى حقها الجوهري في الدفاع المشروع عن النفس تحتفظ بحقها المطلق في الرد اللازم في مواجهة العدوان الواضح من جانب إسرائيل. وسوف يواجه النظام الإسرائيلي عواقب سوء تقديره بشأن قوة إيران وقدراتها. بالطبع لن تتأخر إيران ولن نتعجل في ردنا، على عكس إسرائيل فإن إيران لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى التوتر أو الصراع أو الحرب، بل تمد ذراعيها نحو دول المنطقة من أجل إقامة علاقات بناءة وأخوية وصادقة بهدف إرساء الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة. نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهجراني قولها اليوم إن بلادها تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200%، وذلك خلال تقديم مشروع الميزانية الجديدة لعام 2025. لمناقشة هذا الموضوع إلى جانب التطورات الأخرى معنا من القاهرة الدكتور محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومعنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. مساء الخير لكما ضيفي الكريمين، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. دكتور محمد صالح صادقيان، سأبدأ مع حضرتك. 200% هو رقم مهول لزيادة الميزانية العسكرية، السؤال هنا لماذا ومن أين سوف يتم الإتيان بهذه الأموال برأيكم؟ تحية لك ولضيفك والمشاهدين. بالتأكيد عندما تعيش دولة في مثل هذه المنطقة ورد مضاد للكيان الإسرائيلي وتهديدات متزايدة من قبل الكيان، ومنطقة الشرق الأوسط منطقة ساخنة، وإيران لا تسير بذات الاتجاه الذي تريده القوى الكبرى الدول الكبرى، وبالتالي تجد نفسها إيران في مضمار صعب ومعقد، وبالتالي هي تريد أن تحافظ على منجزاتها، تحافظ على سيادتها، تحافظ على وحدة أراضيها، وبالتالي هناك الكثير من المخاطر كما يعتقد المسؤولون الإيرانيون تحيط بإيران، ولذلك فإن مثل هذه الزيادة تكون طبيعية في مثل هذه الظروف المتأزمة. ولا ندري أين سيكون نتنياهو، كيف يريد أن يتعاطى مع هذا الوضع، كيف يريد تريد الولايات المتحدة أن تتعاطى مع الكيان الإسرائيلي، مع نتنياهو، مع حكومة الحرب الإسرائيلية. من أين يمكن أن من أين ستأخذ إيران الأموال بالميزانية؟ يعني من أي قطاع ستأخذه دكتور محمد لتضعه بالميزانية العسكرية؟ دعيني أشير إلى نقطة فنية في هذا المجال، وهو أن المبالغ التي تذكر في الموازنة التي تقدمت بها حكومة الرئيس مسعود بنزشكيان للبرلمان قبل أسبوعين واليوم دافع عنها في البرلمان أيضا، هذه الأرقام أو المبالغ التي تذكر في الموازنة هي تذكر بالريال الإيراني، بالتومان الإيراني، بالعملة المحلية الإيرانية، وبالتالي سعر صرف العملة المحلية يختلف. فعندما يزيد يعني عندما يقولون بأن الميزانية العسكرية 200% يعني زادت الميزانية العسكرية عن السنة الماضية، معنى ذلك بأن يجب علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار سعر صرف الدولار. وبالتالي الموازنة عندما تكون أكثر هي تتبع قسم كبير منها يتبع إلى سعر صرف الدولار، وبالتالي يكون يعني ونسبة التضخم أيضا، وبالتالي يكون الرقم تقريبا مشابه للسنة الماضية، لكن ليس مشابه 100%. طيب. هناك زيادة لكن ليست 200%، وأنا أعتقد بأن هذه الزيادة هي تأتي للحفاظ على الوضع الإيراني. يعني عندما قلت بأن أي بلد عندما تكون مثل هذه التحديات تواجهه بشيء طبيعي جدا أن تكون مثل هذه الموازنات من أجل الاستعداد لدفع أي مخاطر
أو تهديدات أمنية وعسكرية. نعم. عليه. دعني أنقل هذه الفكرة للدكتور محمد عباس ناجي. يعني فعليا اليوم إمكانية زيادة هكذا ميزانية بحسب تصريحات رسمية 200%، بس كما يقول دكتور صادقيان يعني هي فيها تفاصيل تقنية، ولكن فعليا من أين يمكن أن تأتي إيران بهذه الأموال بوقت أنه إيران تحت أزمة اقتصادية وقطاعات أخرى يعني تعاني وتشكو من يعني كثير من النقص بالتمويل؟ أهلا وسهلا بك سيدة لارا، وأهلا بضيفك الكريم. في اعتقادي خيارات إيران في هذا الأمر ليست كثيرة، يعني إيران تتعرض لعقوبات أمريكية وغربية، وأيضا بفعل كما قال ضيفك الدكتور محمد أن سعر الصرف يتغير، يعني الآن نحن نتحدث عن الدولار في السوق السوداء في طهران ربما أكثر من 50,000 تومان على سبيل المثال، وقد زاد في فترات وصل إلى نحو 70,000 تومان. المهم أنه ذلك بالفعل يؤثر على الرقم في النهاية، لكن دعيني أقول أنه حجم الإنفاق العسكري الإيراني وفقا لتقرير سيبري في 2023 وصل إلى 10.3 مليار دولار، وبالتالي لو بالإعلان الجديد أو بالتصريحات الجديدة عن زيادة 200% نحن نتحدث عن عدد كبير من المليارات من الدولارات المفترض أن تنفقها إيران عسكريا في العام القادم عام 2025. هنا لا أعتقد أن هناك خيارات كثيرة أمام إيران فيما يتعلق مثلا بالخصم من عوائد تصدير النفط. إيران صدرت وفقا للتقديرات بما قيمته مثلا 35 مليار دولار في عام 2023، متوسط التصدير كان 1.4 أو 1.5 مليون برميل نفط يوميا في عام 2023. ربما تستخدم إيران جزءا من هذه العوائد في الإنفاق عسكريا خلال المرحلة القادمة، أو ربما السحب من صندوق الثروة السيادية، وسبق أن المرشد الأعلى في إيران سمح بالسحب منه للإنفاق على بعض على مثلا مواجهة فيروس كورونا في السنوات الماضية، لكن طبعا حجم هذا الصندوق أو قيمته ليست واضحة بشكل كبير. وبالتالي في النهاية أنا أتصور أن الخيارات المطروحة أمام إيران نعم. للتعامل مع هذا الإنفاق أو هذا الضغط الذي تفرضه التطورات الإقليمية ليست متعددة في المرحلة القادمة. دكتور صادقيان، كيف يمكن يؤثر زيادة الميزانية العسكرية على المواطن الإيراني الذي أصلا يعاني ويتحدث عن فقر، يتحدث عن مشاكل اقتصادية وتأثير مباشر للوضع الاقتصادي وحتى للعقوبات عليه؟ يعني لا شك، لا نريد أن نبالغ في أن الوضع الاقتصادي الإيراني وضع جيد، بل على العكس من ذلك العقوبات الاقتصادية كثيرة على إيران، وإيران لديها سلة من العقوبات منذ العام 1980 ولحد الآن، ولا زالت الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية تفرض عقوبات على إيران. لكن هاي مشكلة، يعني هناك الكثير من المعاناة في أكثر من قطاع بسبب العقوبات الاقتصادية. لكن إذا نظرنا بواقعية للمشهد الاقتصادي الإيراني على الرغم من كل هذه المشاكل الاقتصادية التي تمر بها إيران ويمر بها الرجل الشارع العادي والعائلة الإيرانية، هناك مشاكل كثيرة على سواء كان على مستوى الرواتب الموظفين بالقطاع الحكومي، بالقطاع الخاص، العمال ذوي الدخل المحدود، هذه معاناة. لكن في المقابل هناك جهود كثيرة صبت يعني بذلتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة من أجل تجاوز هذه العقوبات أو الالتفاف عليها، وبالتالي حتى تصدير النفط الآن 1.5 مليون برميل أو أكثر أو أقل قليلا هو يعني يحاول أن يتجاوز هذه العقوبات، يلتف على هذه العقوبات من أجل حصول على الموارد المالية التي تكفي الميزانية. وهذه الميزانية التي تقدم بها مسعود بزشكيان قبل أسبوعين واليوم هو دافع عنها بحرارة، هي وقال بأنها ميزانية تستطيع أن تحقق العدالة، تستطيع أن ترفع رواتب الموظفين بنسبة 25%. البعض الآخر يقولون بأن هذه هي التقشفية الميزانية، لكن بشكل أو بآخر الاعتماد على الضرائب، الكثير من الموارد التي تغني الميزانية. هناك
يعني لنكن واضحين، الإيرانيون يعني منذ ثلاثة حكومات، يعني نتحدث عن 12 سنة أو 15 سنة. خلال هذه ال 15 سنة اكتسب الإيرانيون خبرة كبيرة في الالتفاف على العقوبات، وبالتالي في التصدير، في الاستيراد، في التعامل بالفعل يعني هذا واضح. بس بفهم من كلامك دكتور صادقيان، حضرتك تقول أن إنه هذه الميزانية توصف بأنها ميزانية تقشفية على المواطن الإيراني، ولكنها تقدم دعما أكبر وتمويلا بقيمة تقريبا 200% للقطاع العسكري، صح؟ هذا طبيعي جدا، يعني حتى المواطن الإيراني لا يعترض على القطاع العسكري لسبب بسيط، ربما هو يعترض على يعني على جهات أخرى، لماذا تصرف الحكومة أو الميزانية على جهات أخرى. أما عندما يكون القطاع العسكري، الكل يقول، يعني حتى أولئك الذين المعارضين بإيران، معارضين لإيران في الخارج، هم يقولون بأن القطاع العسكري قطاع يجب أن يدعم، الجيش الإيراني، الحرس الثوري، من أجل الحفاظ على الوحدة الإيرانية، السيادة الإيرانية، على التهديدات التي تواجه إيران، وبالتالي الكل الإيرانيون يعني يقبلون مثل هذه الزيادة من أجل توفير الأمن والأمان والاستقرار للداخل الإيراني وللمواطن الإيراني بشكل عام. طيب دكتور محمد عباس ناجي، فعليا يعني هل ايضا يعني تعتقد حضرتك انه الايرانيين يشجعون ويريدون مزيدا من التمويل العسكري، خاصه للقوات الايرانيه التي تدرب وتسلح وتقاتل خارج ايران وليس دفاعا عن الشعب؟ يعني هنا بالطبع نعم، سؤال مهم، وأنا يعني ربما أعتقد أنه ليس هناك موقف واحد في الشارع الإيراني أو الإيرانيين بشكل عام تجاه هذه القضية تحديدا. ربما التأييد، نسبة التأييد ربما تكون أكبر في حالة ما إذا كان الإنفاق العسكري مخصصا لتعزيز القدرات العسكرية للمؤسسة العسكرية الإيرانية، الجيش أو الحرس الثوري على سبيل المثال. لكن فيما يتعلق بدعم الميليشيات في المنطقة، أعتقد المسألة محل شك في هذا الأمر. لكن دعيني أقول على فيما يتعلق بسؤالك عن الملف الاقتصادي وعلاقته بالإنفاق العسكري، أنا أعتقد بالفعل ربما أختلف مع رأي دكتور محمد في أنه لا، هناك مشكلة فيما يتعلق بهذا الأمر. لو قارنا مثلا فيما يتعلق بإيران وإسرائيل على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي، سنجد أن هناك مشكلة تتعلق بإيران في هذا الأمر. حجم الإنفاق العسكري في إيران كما قلت 10.3 مليار دولار في عام 2023، في إسرائيل 27.5 مليار دولار في نفس العام. إجمالي الناتج المحلي في إيران أكثر من 400 مليار دولار، في حين أنه في إسرائيل أكثر من 500 مليار دولار، فرق تقريبا 100 مليار دولار. نصيب الفرد في إيران وفي إسرائيل هناك نسبة أو فارق شاسع. في إيران ربما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي أكثر من 4000 دولار، في حين أنه في إسرائيل 52000 دولار. هذا يعني أنه هناك ضغوط اقتصادية في إيران، وأنه زيادة الإنفاق العسكري قد يؤثر بالفعل على الوضع الاقتصادي للمواطن في إيران في المرحلة القادمة، خصوصا كما قلت في المداخلة الأولى أنه ليست لدى إيران خيارات كثيرة في توفير الأموال المخصصة لهذا الإنفاق، إما من عوائد تصدير النفط أو من صندوق الثروة السيادية، وهذه خيارات ليست كثيرة بالنسبة لوضع دولة مثل إيران. بس دكتور صادقيان يتحدث أنه إيران اكتسبت كثير من المهارات في الالتفاف على العقوبات. دكتور محمد عباس ناجي، هذا صحيح، لا 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 أعتقد، لا 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 أختلف في ذلك. بالفعل إيران لديها خبرة كبيرة في الالتفاف على العقوبات، وبدليل أنها واجهت فكرة تصفير صادراتها النفطية، ومستوى الصادرات وصل إلى 1.7 مليون برميل في هذا العام، يعني أكثر من 60% مما كانت تصدره إيران قبل العقوبات الأمريكية والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. لكن دعينا أقول في هذه النقطة تحديدا، موازنة الحكومة في إيران
دائما بعض الأرقام تصبح نسبية. أولا تعتمد على أرقام توقعات بكمية النفط المصدر وأيضا توقعات بسعر النفط، وبالتالي هذا معناه أنه هذه الكمية أو هذه الأرقام تتعرض للصعود والهبوط حسب التطورات في المنطقة، وهذا أعتقد أنه من الممكن أن يؤثر أيضا على حجم الإنفاق العسكري كما تريد الحكومة في إيران. شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة دكتور محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وشكرا لضيفنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان. على أحد أرصفة بيروت ينهمك خياطون ومتطوعون في إعداد وسائد لتوزيعها على من شردته الحرب الإسرائيلية من دياره. يأتي ذلك في إطار مبادرة أطلقها الشاب مختار عتاني مستندا إلى مهنة العائلة في تصنيع الوسائد في محاولة منه للتخفيف من وطأة النزوح التي جعلت حتى الوسائد والفرش عالقة بين الاحتكار والانقطاع لكثرة الطلب. وسائد الأمل واحدة من مبادرات كثيرة تحاول سد النقص الحاد للكثير من الاحتياجات الأساسية المفقودة في مراكز الإيواء. فوق هذا الرصيف المقابل لشارع كورنيش المزرعة الرئيسي في بيروت انطلقت مبادرة الشاب مختار عتاني لتجهيز الوسائد وتوزيعها على من شردتهم الحرب. مبادرة انطلقت مما وجد في البيت باعتبار تصنيع الوسائد هو مهنة العائلة. في الوقت الحالي نحن عائلة، يعني ثلاثة عموم وخالي وامي وخيي، نحن اللي عم نشتغل اوبريشن باليوم، عم نعمل تقريبا 500 مخدة. اول ما بلشنا كنا عم نوصل لل1000 و1200 باليوم الواحد. اي حدا فيه يتبرع ماديا، فيه يتبرع بالمواد الاولية، بيكون كثير عم بيقدر يساعدنا لحتى نكفي بهذه المسيرة، لانه كل يوم العدد عم بيزيد. تعتمد مبادرة مختار عتاني على التبرعات من الاقمشة الى القطن وغير ذلك من المواد لسد الحاجة الكثيفة للوسائد والتي تزداد بفعل النزوح المتتالي جراء اتساع مدى الاستهدافات الإسرائيلية. هلا نحن اليوم صرنا عاملين حوالي 11200 مخدة بغضون شهر وأسبوع. التبرعات أول ما بلشنا كان عم بيجي بكثافة لحتى قدرنا عملنا هذا العدد، هلا بلشت تخف كثير التبرعات. تشكل الوسائد فضلا عن الفرش والأغطية الصوفية ضرورات أساسية في عملية إيواء النازحين، وتأمين مجملها لا يزال قاصرا عن المطلوب. هذه المبادرة هي واحدة من مبادرات كثيرة تعني الكثير لمطلقيها من الرضا، وتعطي المتلقين بعضا من الأمل بأن الدنيا لم تخلو بعد من خير. رينا دويهي، الحدث، بيروت. إلى السودان الآن، حيث اتهمت لجان مقاومة مدني بولاية الجزيرة قوات الدعم السريع باقتحام منطقة ود الفضل وعدد من قرى سهل شرق البطانة وملاحقة النازحين فيها. اللجان المولية للجيش السوداني زعمت أن قوات الدعم سيطرت على أكثر من 60 منطقة وقرية في شرق ولاية الجزيرة وارتكبت انتهاكات تسببت بمقتل أكثر من 140 شخصا. في السياق، كشفت غرفة طوارئ حلف الجديدة بشرق السودان عن وصول 4000 أسرة إلى 20 مركز إيواء في المدينة، وقالت إن السلطات المحلية بحاجة ماسة للدعم الصحي والغذائي اللازم لمواجهة احتياجات النازحين. قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن أكثر من 14 مليون شخص نزحوا من منازلهم في السودان، إما داخل البلاد أو إلى خارج حدودها. وأوضحت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة أن 11 مليون شخص نزحوا في داخل البلاد، في حين خرج 3,100,000 شخص إلى خارج السودان. في الوضع الأمريكي وأجواء الانتخابات، للفوز بالرئاسة يجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا. ومع ذلك، مع إظهار استطلاعات الرأي أن هاريس وترامب ضمن هامش الخطأ لبعضهما البعض في العديد من الولايات الرئيسية المتأرجحة، فمن الممكن أن تسفر الانتخابات عن انتخابات طارئة حيث لا يحصل أي شخص على 270 صوتا. إذا أسفرت الانتخابات عن التعادل 269 مقابل 269 في الهيئة الانتخابية بين هاريس وترامب، فإن الانتخابات الرئاسية ستوضع في أيدي الكونغرس. الانتخابات الرئاسية تنتقل إلى مجلس النواب،
وينتقل انتخاب نائب الرئيس إلى مجلس الشيوخ. بموجب قواعد مجلس النواب سيتم اختيار الرئيس عندما يحصل على أغلبية أصوات 26 ولاية والتي يتم تحديدها من خلال وفد أو تمثيلية الولاية. لهذا السبب الكونغرس الجديد الذي سينتخب في 5 نوفمبر سيكون أمامه عدة سيناريوهات. السيناريو الأول حيث يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، لكن الجمهوريين يحتفظون بأغلبية الوفود. قد يعني ذلك أن مجلس النواب الذي يغلب عليه الديمقراطيون قد ينتخب رئيسا جمهوريا. ومن جانب مجلس الشيوخ سيصوت كل عضو بشكل فردي، لذا إذا قلب الديمقراطيون مجلس النواب وفاز الجمهوريون بمجلس الشيوخ فقد ينتخب الكونغرس رئيسة كاميلا هاريس ونائب الرئيس جي دي فانس. هناك سيناريو آخر متمثل إذا ما كانت واشنطن العاصمة والأقاليم 5 الأمريكية مثل جزر فيرجن يمكنها الإدلاء بأصواتها في مجلس النواب. معظم الخبراء يعتقدون أن نتيجة التعادل بين هاريس وترامب غير مرجحة، على الرغم من كون هذه الدورة الأكثر حزبية والأكثر شحنا سياسيا بشكل غير مسبوق عن الدورات الأخيرة. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الأخبار الليلة. ماريا بن عادل بعد قليل في 19:00. إلى اللقاء.